Au moment des évacuations, en 2020, nous avons travaillé jour et nuit. Nous avions 4600 Allemands sur place qui n'ont pas été, qui sont restés bloqués. Plus de 800 camping-cars uniquement sur la guerre. Et j'ai toujours pu compter sur l'équipe du CRT et surtout sur Esma. Je pouvais l'appeler jour et nuit. Elle a toujours été présente et sous l'égide de Monsieur le Président, c'est Rachid Ahmed. Donc voilà, et vous pouvez continuer à compter sur moi donc pour le marché allemand. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد دحماز رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة أكاديس وسماسة. اليوم كيف شفتو كيف لاحظتو اليوم كان واحد اليوم لتقديم حصيلة ديال المجلس الجهوي للسياحة لمنطقة أكاديس وسماسة ديال 3.5 سنوات اليوم. وهذه الحصيله كنا ارتئينا اولا ان نشكر هذ الاولئك الرجال الذين صنعوا المجلس الجهوي للسياحه منذ عقود، وثانيا اللي كنشكرهم لانه ضروري باش نتعلموا نشكروا الناس ديالنا ونشكروا الناس اللي سبقونا، ونتمنوا من الناس اللي جايين يتعلموا هذا المبدا ديال الشكر حتى نسير جميعا الى الامام. ثانيا كان عندنا واحد المرحله الثانيه كان على تقديم الحصيله ديال المجلس الجهوي للسياحه سواء على حساب المخطط اللي كان رسمته المجلس الجهوي للسياحه سنه 2019 واللي تقدم امام المجلس الاداري. وهذا المخطط كيف سمعتوه كيتسمى بابا، يعني المنتوج والتنشيط والاشهار والطيران. لذلك كنا عرضنا هذا المخطط كما انزل اول مره، وثانيا عرضنا الحصيله كاع داكشي اللي حققنا اللي في مده 3.5 سنوات، رغم ان 3.5 سنوات كانت فيها واحد الحصيله ديال مهمة، ولكن كان فيها جائحة كورونا اللي ما منعتنا باش نحققوا بزاف الأمور سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي. وثالثا عرضنا كذلك شنو هو النظرة ديالنا المستقبلية لقطاع السياحة في أكادير وسماسة، وشنو هو المعوقات أو المشاكل التي تعترض طول السياحة في أكادير وسماسة. وأظن الحاضرين سواء على صعيد الرأي العام الوطني أو الحاضرين على صعيد اتخاذ القرار كانوا واعيين بهذه الإحصائيات اللي قدمنا لهم، وأن الناس فهمت بزاف الأمور من خلال هذا النهار اللي تقدمت فيه الحصيلة ديال المجلس الجهوي للسياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أصياد رئيس مجلس إقليمي للسياحة شتوكا إسبها. اليوم حضرنا في هاد التظاهرة هذه اللي دار المجلس الجهوي للسياحة اللي عرض واحد العدد ديال التقييم ديال 3 سنوات اللي داز، وكانت صراحة يعني عامرة بالمشاريع وبالاتفاقيات وبالمتمنيات ديال المستقبل، وكان عرض شيق وبان سوس مسا بانت على حقيقتها بان راها صراحه نعترفوا بان راها ضعيفه على المجال السياحي لواحد الدرجه كتنقص كل عام سواء بالمراكش والمدن الاخرين. ونتمنوا من الله مجلس الجهوي للسياحه على حسب الاتفاقيه ديال الطيران اللي ركز عليهم والايواء ان شاء الله باش السنوات المقبله تشاهد واحد الصحوه من جديد ديال السياحه على المستوى الجهه وعلى المستوى الاقليم ديالنا اللي كيزخر بواحد العدد ديال المواقع السياحيه منها ثقافيه وتراثيه والمنتزه الوطني اللي هو اكبر منتزه على المستوى ديال شمال افريقيا. وكاين ايكيدار، كاين بزاف الحوايج اللي كتزخر بهم شتوكا إتباها واللي كتفرد بهم شتوكا إتباها على المستوى الوطني. رئيس الجمعيه الجهويه لمهني المطاعم السياحيه باكادير سوس مسا، نائب رئيسه الفيدراليه الوطنيه للمطاعم بالمغرب. اللقاء كان جد مهم ديال لو سي ار تي، كان واحد التواصل وكانوا ارقام اللي ما كانتش كتكون من قبل، كانوا ارقام اللي وضحت بزاف ديال الامور. وكيف كتعرفوا الوجهه السياحيه ديال اكادير هي وجهه جد مهمه اللي خاصها الخدمه ومازال غادي تخصها الخدمه. كنتمنوا ان هاد الديناميكيه اللي كاينه اليوم في سي ار تي تعاود تزيد تستمر، لان مازال كاين ما يدار
ومن هذا المنبر كنشكروا السي رشيد الدهماز كرئيس لو سي ار تي على العمل اللي دار رغم ان في الفترة اللي قضاها يلاه كان واحد السنة وحدة اللي خدم كانوا سنتين ديال الجائحة اللي كان الاشتغال فيهم كان صعيب جدا، ولكن شفتوا النتائج كاينين شي حوايج اللي هي مهمة جدا. حنا كنفتخروا بلو سي ار تي ديال أكادير لأن عطانا واحد الدفعة جد قوية حنا كمطاعم، لأن وصلنا اليوم، لأن كيف كنتوا كتعرفوا كان في الإعلام بأن كان واحد الإشكال المطاعم السياحية لاش تابعة واش وزارة السياحة ولا، الحمد لله بالفضل ديال السي رشيد دهماز و سي ار تي وصلنا اليوم بأن المطاعم السياحية تابعة لوزارة السياحة، واستفدنا من بزاف ديال الحوايج اللي استفدوا منهم لي زوتر فيليير ديال السياحه. كذلك كنشكروا ليكيب ديال لو سي ار تي اللي خدمات واللي شفتوا الانجازات ديالها، وتنتمنوا ان الفريق اللي غادي يجي في لو سي ار تي يستمر على الديناميه هذه، لان اكادير كيف نتوما راه كتعرفوا ولاد البلاد اكادير كاين ان بلون ديفلوبمون لي لونسا سا ماجيستي لانسرو اللي غادي بالبلاد للفوق، وكنتمناو ان غادي يجي واحد الفريق جديد في لو سي ار تي اللي يدفع بالوجهه ديال سوس مسا للقدام وطلعها ويوصلها كيف كانت من قبل. كنشكركم على هذا اللقاء. دير رئيس الجمعيه المهنيه لارباب البواخر السياحيه في مدينه اكادير، حنا اليوم كنحضروا لهذا اللقاء اللي نظمته سي ار تي اكادير في اطار الحصيله ديال السنوات الماضيه، ديال خمس السنوات الماضيه اللي عرفت الحمد لله واحد الامكانيات ايجابيه، وعرفت واحد التقدم ملموس رغم اللي كتعرف كلكم، لان السنه عامين اللي دازت علينا كلنا بالمرض ديال كوفيد 19 اللي ما قدرناش نخدموا، واللي شحال من حاجه وقفات عامين ما خدامين، ولكن دابا اللي شفنا بالملموس وبالارقام لان مدينه اكادير ان شاء الله غادي ترجع للصداره ديالتها وغادي ترجع كما كانت واكثر، وكلكم كتشوفوا الاشغال اللي كانت في مدينه اكادير واللي ان شاء الله غادي تبدل الامام وغادي تبدل القدام. كنتمناو الخير ان شاء الله مدينه اكادير، وكنتمناو الخير للمكتب ديال السي ار تي، كنتمناو الخير ان شاء الله للجميع. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.